أهلا وسهلا فيكم أصدقائي، معكم هنادي عوض من ممارسات الرايك لفك الصدمات وكمان لايف كوتش. بهاي الحلقة راح نحكي عن موضوع المسامحة. طبعا هذا الموضوع كتير ناس تطرقوا له وحكوا فيه، وخاصة بالتنمية البشرية والتحفيز والقصص هاي، إنه الإنسان لازم يسامح علشان يتحرر من المشاعر اللي بداخله عشان يوصل لحالات أفضل من هالحكي. طبعا أنا اللي بدي أحكي بهالموضوع من أكتر من زاوية. أول شيء بالنسبة لقصة إنه المسامحة، إنه الواحد يقرر إنه يسامح. هلأ من خلال شغلي مع العملاء والجلسات اللي بنعملها، المسامحة ما بتصير بس قرار، يعني هي المسامحة شعور. فالإنسان لما إحنا بنشتغل مع الشخص إنه نحرر المشاعر اللي بداخله، بمعنى إنه الموقف اللي صار مع شخص معين أو شيء معين تعرض له، قدر هو يتحرر من هذا الشعور، يفهم ليش هذا الشخص هيك تصرف، او يتجاوز المشاعر الغضب او الاستياء او اللوم تجاه الشخص الاخر. باللحظه اللي بيتحرر من هاي المشاعر، ساعتها المسامحه بتصير بشكل تلقائي موجوده بداخله، مع اصلا ما عاد في شيء يسامح عليه، لانه الشعور اللي كان زعجه انتهى وراح. فبحل محل الغضب والاستياء او الحقد او اي شيء، بحل محله قصه المسامحه. فبالتالي ما المفروض نطلب من الشخص انه انت لازم تسامح، انت ما بصير ما تسامح، انت بتكون يعني غلطان اذا ما سامحت. الموضوع مو هيك، احنا بدنا نخلي الشخص يتحرر من الشعور اللي مقالمه اللي مواجهه من جوا، وبالتالي اصلا ما بعود في شيء سامح عليه لانه انتهى الشعور، انتهى الالم. هاي النقطة. النقطة الثانية هي انه في اشخاص بتقول لك انا ما راح اسامحه، لان يعني اذا سامحوا بفكروا انه الشخص المسيء راح ينفد من العقاب، وخاصة قدام رب العالمين، يعني انه هو ظلمني، انه تعدى علي، انه كذا كذا، اكل حقي. ومن هالحكي انه كيف بدي اسامحه؟ يعني خلاص، يعني انه بروح يوم القيامة ربنا راح يغفر له او شيء. الموضوع مو هيك. هلا احنا المسامحة مو عشان الشخص الاخر يرتاح، المسامحة عشان احنا نرتاح. الشخص الآخر أفعاله أو أقواله أو أي شيء هو مسؤول عنهم، وفي كارما، يعني في نتيجة للأفعال هاي راح ترجع للشخص، هي عبارة عن طاقة. فالطاقة إذا أفعاله أو الأشياء اللي عم يعملها أو عم يحكيها كانت إيجابية حترجع له طاقة إيجابية، وإذا كانت سلبية حترجع له طاقة سلبية. إنما إحنا لما بنتجاوز الشعور اللي مآلمنا بداخلنا، إحنا عم نحرر حالنا وعم ندخل حالنا بالطاقة الإيجابية. فبالتالي ما دخل بانه هو ينفد من العقاب او لا، الا على انه احنا هذا الحمل اللي لما بكون في عنا مشاعر غضب او استياء او اي شيء، بتكون كأنه يعني انا بشبهها كأنه حاملين كيس معبى حجار او صخور، حاملينه على كتافنا، و24 ساعة واحنا نايمين واحنا صاحيين حاملينه على كتافنا، فهو بيهدنا، احنا ما بيهد الطرف الثاني. لما احنا نحرر الشعور وخلص نكون فعليا حاسين بالمسامحة، فإحنا هذا الحمل اللي على كتافنا بننزله، إحنا اللي بنرتاح. والشخص الثاني هو أفعاله بدها ترجع له بالأخير، يعني إذا كان فعلا متعمد الإساءة أو متعمد إنه يأذينا. الشيء الثالث اللي بدي أحكي عنه هو إنه ما معنى إنه نسامح شخص إنه إحنا نسمح له يسألنا، بمعنى انه اذا سامحنا يعني بده يضل يتطاول علينا، بده يضل مثلا ياكل حقنا، بده يظلمنا، يضل يعمل لنا اساءه. لا، احنا من يعني اذا في لنا حق، اذا في شخص عم يتجاوز حده معنا، اذا في شخص ما عم يحترمنا عم يظلمنا، احنا المفروض نحط حد، احنا مسؤولين. كيف الشخص التاني لازم يتعامل معنا، يتجاوز حده، احنا المسؤولين انه نحط حد. في إن حق ممكن نطالب فيه بالقانون، بالقضاء، بأي شيء بنطالب فيه، بس ما بيكون في جواتنا مشاعر الغضب وهاي الاستياء. بنطالب بحقنا بس إحنا اوريدي مسامحين من الناحية الشعورية، بالتالي إحنا بنكون عم نحافظ على أنفسنا، عم نحافظ على حقوقنا، عم نحافظ على مشاعرنا، وعم نرسم الطريق أو الخريطة للآخرين كيف هن المفروض يتعاملوا معنا. لما احنا بنسمح لهم انه يتطاولوا علينا او انه ما يحترمونا او يتجاوز حدودهم معنا، احنا اللي فتحنا لهم هذا الباب، فبالتالي احنا مسؤولين. اذا سمحنا لحدا ياكل حقنا واحنا ما طالبنا فيه، فاحنا مسؤولين.
فبالتالي ما بدنا نضل نلوم الآخر ليش هو الطاول، هو حر، هو في عنده مشاكل، في عنده ترومات، في عنده أي شيء، تصرف بهاي الطريقة، في عنده عدم وعي، في عدم إدراك، تصرف بهاي الطريقة، بس أنا مسؤولة إني أقبل هذا التصرف أو لا أحط له حد. فهون بيصفي الفرق بين الاثنين، إنه خلص سامح وامشي. النقطة الأخيرة اللي بدي أقولها إنه يعني في بيقولوا له إنه خليك أنت أحسن منه وسامح. القصة مو قصة أكون أحسن أو أسوأ، يعني هون دخلنا برضو بجنون عظيم، إنه اللي بيسامح بيكون أحسن من الشخص المسيء. أنت لا أحسن ولا أسوأ، هو تصرف بهاي الطريقة لأنه في عنده مشاكله وقصصه، وأنت عندك خيار تتصرف بالطريقة اللي بتناسبك. لما بتختار تسامح هي عشان تريح نفسك، تتحرر من هاي المشاعر، وبالتالي تركز على الشيء الإيجابي بحياتك. إنما لأني أنا أحسن منه أو لأني أنا أسوأ، القصة مو هيك، ما حدا أحسن وما حدا أسوأ. وتصرف بشكل مسيء، أنت مسؤول إنك توقف الإساءة، وهاي هي. بس المشاعر أنت الإنسان هو اللي مسؤول عنها، اللي بداخله مسؤول إنه يحررها، مسؤول إنه يتعامل معها، مسؤول إنه كيف هو بده يحس. فيعني هاي بشكل مختصر حبيت يعني أحكي عن بعض النقاط اللي متعلقة بالمسامحة، إنه أبدا هي منها قرار، هي شعور، لازم نركز على هالشي، بنحرر الشعور اللي بداخلنا اللي مقلبنا، الغضب اللي بداخلنا بالذات، وغالبا الغضب اللي بيكون بالداخل لما إحنا بنوجهه للآخر هو بيكون غضب على أنفسنا. على فكرة يعني لما شخص أسألنا وإحنا ما عرفنا نتصرف أو ما عرفنا نحط له حد أو ما عرفنا نجاوبه أو ما عرفنا نحكي، بهاي اللحظة إحنا حسينا بالعجز أو بالضعف، وبالتالي بيزيد في عنا الغضب إنه إحنا ما تصرفنا. هذا الغضب اللي بداخلنا على أنفسنا عم نعمله إسقاط على الطرف الآخر، فإحنا بنكون غضبانين عليه، إنه ليش هو هيك تصرف، ليش اتجاوز حده معي، ليش قال لي هالكلمة، ليش أسألي بهالتصرف، ليش ظلمني، ليش أكل حقي، ليش. طب ما أنا أصلا ما تصرفت. تمام، لما نتحرر هيك وبنتحمل مسؤولية احنا حياتنا، مشاعرنا، تصرفاتنا، وبنعرف كيف احنا نحافظ على انفسنا ونحط حدود للناس الاخرين كيف يتعاملوا معنا، هون المسامحة بتصير بشكل تلقائي، وبننظر للناس انه هن بشر، يعني كل انسان بيغلط، ما حدا فينا معصوم، ما حدا فينا كامل، انا بغلط وانت بتغلط والتاني بيغلط، كل الناس بتغلط، ومفروض بس ندرك غلطنا احنا نحاول نصلحه او نعتذر او يعني نتجاوز هاي القصص هذه بيننا وبين بعض، بس ما ننظر انه ليش هذا الشخص غلط، كل انسان بيغلط، واحنا فينا بالاخير نتجاوز هاي المشاعر ونسامح، واحنا نتحرر ونعيش حياة اريح داخليا عشاننا احنا مش عشان اي شخص تاني. بتمنى تكون هيك هالمعلومات مفيدة، وإذا عجبكم الفيديو بتمنى إنه تشتركوا بالقناة وتشاركوا مع أصدقائكم وأحبائكم. شكرا للمتابعة.